18 ساحة للحرية والديمقراطية ومئات التظاهرات بعشرات الآلاف المشاركين فيها كانوا صوت الشعب نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. انقلاب نظام العائلة العصبوي على الجمهورية والدولة بتحالفه مع الإمامة السلالية بالقوة والعنف في العام 2014 وتدمير بنية الدولة ومؤسساتها وحياة شعب، اضطر شباب الثورة إلى مواجهته تحت راية الدولة الشرعية والمقاومة الشعبية. عشرات الجبهات من كتاف وميدي وحرب في الشمال إلى امتداد الجبهات على ساحل البحر الأحمر غربا ومحيط محافظة تعز وريفها، مرورا بلحج والضالع والبيضاء جنوبا ومأرب والجوف وصنعاء شرقا. مئات المعارك بآلاف المقاتلين مؤمنين بقيم الجمهورية والحرية ومحققين انتصارات حاسمة. شباب الثورة الذين أصبحوا جنود الجيش في الذكرى 7 فبراير لا زالوا يمضون بثبات نحو مشروع الدولة المدنية الحديثة، دافعين آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى. وكما مثلت تعز وهج الثورة السلمية، ها هي تعز تمثل أيقونة النضال العسكري نحو الدولة الحقيقية رغم كثافة الهجمات الإمامية عليها ورغم الحصار المطبق على المدينة منذ 3 سنوات وافتقار الجيش الوطني لأي سلاح ثقيل. بعد 3 أعوام على سقوط الجمهورية استعاد شباب الثورة والمقاومة الشعبية معظم أراضي الجمهورية في الجنوب والوسط والشرق، مما يشكل ما يشبه الطوق على التواجد الحيوي لتحالف المؤتمر مع الحوثي الانقلابي على الجمهورية. لكن شباب الثورة وجنود الجيش والمقاومة مصممون بشكل أكبر من أي وقت مضى على بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية.